وداخل رامي وداخل رامي وهوبا حلوة 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 حلوة. الهدف الأول لرامي ربيعه. يا ولد يا رامي يا ربيعه يا لعيب. الهدف الأول للنادي الأهلي وسط تشجيع الجميع. هتنام ليه؟ صح 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 صح. عبد الله سعيد المتخصص. وادي نفختك وادي ضحكتك وادي لمستك. هوبا حلوة 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 روعة. وداخل عمر رجع خارج ال 18 وتركيز من عواد. وداخل عمر وداخل وهي وهوبا. يا عيني عليك يا لعيب حطها رايقة. ايه حكاية النوم النهاردة؟ ده حمدى المسلوسي. حمدى المسلوسي بيلعب ضربات جيدة جدا. حمدى المسلوسي وداخل وهوبا وحلوة حلوة حلوة. راح لها الشناوي لكن حطها قوية وبإتقان. حمدى المسلوسي يحيى عطية الله ومحمد عواد ما تشوفناهوش قبل كده بيلعب ضربات جزاء. هو أشول وداخل يحيى وهوبا وصدها هوبا وصدها هوبا وصدها. يحيى عطية الله ما شفناهوش بيلعب ضربات جزاء قبل كده. أشول ناصر منسي اللي جاب هدف التعادل. ناصر منسي راجع لورا ناصر وتركيز من الشناوي. وناصر منسي داخل ناصر داخل ناصر وهوبا حلوة قوي 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 في وسط المرمى. وايه حكاية النوم ده؟ الفرقتين نايمين. الضربة الرابعة أبا طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر. تركيز من طاهر وعواد ومحمد طاهر وداخل طاهر وهوبا حلوة 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 حلوة. وحسام عبد المجيد راجع لورا حسام راجع لورا حسام. والشناوي حسام عبد المجيد داخل حسام داخل حسام وهوبا والهدف وهوبا والهدف. داخل وسام أبو علي وسام أبو علي وسام بره 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 بره. ويفوز نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي بعد 30 سنة غياب بين الفريقين الكبار.